معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، میں ممنون ہوں جناب حافظ مظہر صاحب اور محترم بخاری صاحب کا، جنہوں نے اس پاکیزہ محفل میں آنے کا موقع دیا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات
ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
ألم يجدك يتيما فآوى
درود پاک صرف